ثم الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر هذا التفصيل الواضح البين بين حكم من يعمل به وحكم من يخالفه، فقال: تلك حدود الله. ما تقدم في هذه الآيات هي أحكام الله وحدوده التي حدها لكم، احذروا أن تخالفوها. وما جزاء من يطيع ومن جزاء من ما جزاء من يطيع ويلتزم بهذه الأحكام وما جزاء من يخالفها. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا حكم من يلتزم، يعني هذا جزاء من يلتزم بتنفيذ هذه الأحكام والحدود التي وضع الله عز وجل في كتابه للمواريث وفي غيرها، لكن المواريث يدخل في ذلك دخولا بينا. حدود الله، جميع حدود الله، جميع حدود الله من يلتزم بها ويطيعها هذا هو جزاؤه، لكن يدخل في الأحكام والحدود التي هذا جزاؤها يدخل فيها قسمة الفرائض دخولا أوليا، لأن الإشارة إليها في قوله تلك حدود الله. طيب، ومن يخالف، من يحرم الأنثى، من يحرم البنت، من يحرم الأخت، من يماطل في إعطاء حقها، من يعطيها الرديء من الأرض ولا الشيء القليل ولا الذي هو كاسد ولا قيمة له، ما جزاؤه؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والله هذا عذاب ووعيد في غاية الشدة، تضمن ثلاثة أنواع من العذاب، يعني على خلاف العادة، على خلاف القاعدة في العصيان. هذا عصيان مضاعف بتعدي حدود الله، جزاؤه ندخله نارا خالدا فيها، أو هو مخلد في النار، ندخله نارا خالدا فيها، ومش خالدين، خالدا معناها حبس انفرادي، هو في النار ومع ذلك له عقوبة أخرى مع النار وهو حبس انفرادي. الانفراد والوحدة هي في ذاتها عذاب، عذاب مضاعف، عذاب النار وعذاب الوحدة في فرن وتنور خاص به ليس معه غيره، خالدا فيها، وله عذاب آخر، نوع آخر من العذاب، وله عذاب مهين. إن هذا العذاب مع عذاب النار هو بيذل، فيه نوع آخر من العذاب يسلط عليه لإذلاله، لأنه تكبر وظلم وأخذ حق غيره وتعدى حدود الله، لم يخضع لها ولم يلتزم بها فيذل، فعقوبته في الآخرة مع النار ومع الوحدة في النار والانفراد مع ذلك له عذاب يذله، فيلاقي الإذلال جزاء تكبره في الدنيا على حدود الله وما يعني ارتكاب معاصيه. فهذه يعني أنواع العذاب الثلاثة، من يتفكر فيها ومن يتدبر فيها لا يعني لا يستطيع أن يصبر لحظة واحدة إذا كان هو مستولي على حق من حقوق غيره في الميراث وإلا في غيره، إلا وينبغي له أن يتخلص منه قبل الليل. الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر لنا أن من يطع الله، إذا التزم الإنسان بأحكام الله وأعطى الحقوق لغيره وأنصف الإناث وأعطاهن حقهن له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نشوف الفرق بين خالدين وبين خالدا، يعني أيضا متاع في الجنة أيضا مضاعف، فيه أنس، فيه نعيم الجنة
وهو مع جماعتهم، مع أنس، مع الناس، ليس منفردا. ولذلك قول لم يجي في القرآن أبدا في نعيم الجنة للمؤمنين خالدا، كله خالدين، لأن الانفراد وحدة والوحدة عذاب. فهذه الآية تبين فضل من أطاع الله ورسوله والتزم بحدوده في قسمة المواريث وفي غيرها، لكن قسمة المواريث هي المشار إليها في هذه الآيات، ويدخل فيها حكمها، يدخل دخولا أوليا في هذه الآية.